اختلف واتفق علي او عثمان، عمر او معاويه، سنه وشيعه، لم يصلح من حالنا هذا الحال وهذه الثقافه التقسيميه التفريقيه التي تشتت ابناء المذهب الواحد. ان الدين هو ان تنتصروا على العدوان وان تقفوا وان تتحركوا في الشوارع، وهو اقل ما يمكن ان تقدمونه. وانتم تشاهدون بما الاطفال والنساء والعزائز والشيوخ نسبكوا على بعد كيلومترات منا. ايها الاخوه، لا دين لمن لا ينتفض لدينه، لا دين لمن لا ينتفض لعروبته، لا دين لمن لا يقف اجلالا لدماء شهدائنا الاطفال والنساء في غزه وفي